بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هوريكم إزاي بنعمل دمج لملف. لو أنت مثلا منزل عن طريق الأمر التنفيذي اللي هو الـ YT-DLP، ده خاص بالتحميل من اليوتيوب. ففرضا لما جيت تنزل بالأمر ده، نزل لك الملف الفيديو لوحده والملف الصوت بتاعه في ملف لوحده منفصلين زي اللي شايفينه بالشكل ده كده، تمام؟ فازاي هندمجهم مع بعض بسهولة بدون أي برامج كونفرتر؟ عن طريق البرنامج اللي قدامكم ده اللي هو الـ MKV Tool Next، تمام. ازاي هننزل البرنامج ده؟ هنيجي هنا على البراوزر، هنكتب videohelp.com ونضغط انتر، ونيجي هنا عند سوفت وير اول سوفت وير، وهنختار فيديو مالتيبلكسر، وننزل تحت هنا نختار MKV Tool Next. وهنلاقي قدامنا هنا البرنامج اهو. في مثلا لو انت شغال بالنسخة اللي هي الـ 64 بت هتنزل ده، ولو شغال بالـ 32 هتنزل النسخة دي. اما لو شغال بالماك او لينكس فهو عندك النسخة دي تنزل منها. ده بالنسبة لو انت هتسطبه على لو هتسطب عندك، لكن ممكن تستخدمه كبورتب. فاحنا طبعا هنختار ده اللي هو انا شغال بالنسخة الويندوز 64 بت واللي هي انا محملها هنا. فهنفردها هو البرنامج. ممكن نعمل لو مثلا نسينا نعمل شورت كات على البتاع ده على الديسكتوب، ممكن نعمل نضغط كنترول وشيفت ونروح ساحبينها كده ونعمل كريت شورت كات هير اهو. تاني نيجي هنا نوقف على البرنامج ونعمل الشكل ده، هيديك ايه create shortcut here. بس فده البرنامج اتفتح معانا. هنعمل ايه؟ هناخد الملف الاوديو اهو، وده ملف الفيديو وده ملف الاوديو، ونروح ساحبينهم كده ونحطهم في المكان ده كده في المكان المخصص بتاعهم. اوكي، طبعا هنا اهو بمجرد ما بتضغط تضغط هنا start multiplexing اهو، خلص الملف. خد الملف اهو بعد بعد الدمج. is coming is react US FDA approved